يعطيك العافية. راح نكمل شرح بالجزء الثاني للمحاضرة التاسعة، واللي هو راح يكون ثلاث أجزاء عشان نوصل الفكرة مثل هذه منها. هذا الجزء الثاني منها، وراح نعمل يعني اليوم يا بكرة كمان الجزء الثالث نحطه. أنا بكون محاضرتين الـ11 والـ12 من 9 تشمل 10، هنحاول نسويهم بسرعة ونكمل بالتمارين. خلينا ندخل بالموضوع تبعنا. هلا هون احنا شو بدنا نحكي بالمحاضرة التاسعة؟ مش ما رح تكون مثل قبلون، يعني كل سلايد بسلايد وبشبه ما رح تكون مثل سلايد بسلايد، لانه نحكي افكار كثيرة رح نحاول نوصلها، لانه ما لقيت ترتيب مناسب لالون فرح طلعت ترتيب جديد. خلينا نبدا اول شيء فكرة اساسية. نحن حكينا عن البارسرز، اوكي؟ نحن حكينا عن التوب داون بارسرز وعن ال L1 وعن كل عن انواع تبيده، اوكي؟ نحن الباتم داون بارسرز، نحن الباتم داون بارسرز حكينا بالفيديو اللي قبله عن مبدأه الاساسي اللي هو الشيفت. مبدأ اللي بتبعوه هو الشيفت اند ريديوس، هذا كان مبدأ بتبعوه. هو ليس نوع بارسرز، بس نوع بارسرز بسيط كثير. هو مبدأ شيفت وريديوس، انه كلياتهم عم بعتمد على مبدأ هون هو الشيفت والريديوس، اوكي؟ نحن رح ندرس نوع من bottom down parsers واللي هو LR parsers. اوكي، ال LR parsers شو يعني؟ ال LR parsers هي بدل على انه نحن رح ناخد قراءة ال input، قراءة الدخل من left to right، left to right. هاي ال L تعني L، وال R تاني النيتي راح اعمل رايت موست ديريفيشن، يعني اعمل اشتقاق من اليمين، بس راح يكون ان ريفرس، يعني بالعكس. يعني كنا عم نشوف نحن كنا عم ناخذ نطلع الجدول بالشيفت ريديوس، كنا عم نطلع انه اذا طلعنا من تحت لفوق عم نشوف انه نحن كانيت عمليه اشتقاق من اليمين، يعني نحن عم ناخذ اخر رمز يميني نون تيرمينال غير منتهي وعم نشتقه ونعطيه قيمه هيك. فهي مبدأ ال LR. هلا ال LR algorithm تاخد عبارة هي LRK، يعني ال K هي عدد عناصر بتدل على اللي بيقدر بشوفها البارسر. ال K لازم تكون أكبر أو يساوي الصفر، حيث ال K هي ال look ahead. K هي ال look ahead، look ahead يعني هي الشيء اللي العناصر بتطلع عليه لقدام أكتر. رح نحكي عنها بعدين، بل هذا كمان الجزء الثالث. نحن هلا عنا ال R 0 parsers واللي هو هدول مرتبين من افضل، من اسوأ عفوا، من اقل performance least performance لل most performance لأحسن شيء. فعنا هون عنا اقل شيء هو ال R 0، بعدين بجيب عنا S L R واللي هي simple L R، بعدين C L R، بعدين L A L R. هنا بالمقلوب لازم سي ال ال اي ال ار قبل بعدين سي ال ار بعد. فهيك بيجي هنا ترتيبه. اوكي، هلا شوف عندنا ال ار و اس ال ار. ال ار و اس ال ار بيعتمدوا على شيء اسمه ال ار 0 ايتمز، ايتمز وهي نحكي عنها بعدين. والاس ال ار هذا بيعتمدوا على ال ار زي ال ار 1 ايتمز، نحكي عنها بعد شوي كمان. فنحن عنا الايتم، يعني هاي تكون بدنا نشوفها لا بس تجي نشوفها. فعنا هذا هو ال LR. نحن رح ندرس اول شيء نشوف ال LR الالجوريثم تبعيتها شو هي، نعرفها، نطبق مثال على ال LR 0، بعدين نشوف ال LR 1 شو بتعطينا. فرح شوف هلا هون انا ال ار بارسينج. ال ار بارسينج نحن عندنا تعتمد على شغلتين، عندها الجدول تبعها بتالف من شغلتين، هو الاكشن والجو تو. اوكي، الاكشن ايمتى بصير عندي اكشن؟ اكشن وبكون عندي تيرمينال، وبكون عندي دخل تيرمينال يعني عنصر منتهي، فانا بصير عندي اكشن وقتها بصير عندي، والجو تو وقتها بصير عندي دخل نون تيرمينال، فانا بصير عندي نون جو تو. الاكشن شو بتالف؟ بتالف من شغلتين، عم بقول لي state on top of the stack. لأن نحن نتذكر الشيفت اند ريديوس كنا نستخدم ستاك، نحن مثلنا ستاك هيك، فكنا نحن عم نستخدم الستاك
وبندخل اول شيء كنا الدولار السلام شلناها في البداية، وبعدين ما دخل عناصر لالون. فبقول لي الاكشن على الستيت اون توب ذا ستاك والانبوت سامبل، رح نشرح شو عم بصير. الانبوت سامبل هو الدخل، والجو تو عم بقول لي ستيت كمان اون توب ذا ستاك بلس ذا نون تيرمينال سامبل. يعني هون الانبوت سامبل هو التيرمينال، يعني قصده هون النون تيرمينال قصده. رح نحكي عن شو عم بصير بالامور اكثر. فعنا طب نحكي عن الكود تبعه كيف عم بصير. كود عم بقول لي كبرنا، عم بقول لي اول شيء انت بتضيف لي دولار ساين على الستاك. عشان نقول له اذا اخذنا الستاك هيك بهالشكل، عم بتضيف لي اول شيء دولار ساين عليها، اوكي. بعدها اعمل لي بوش للاس صفر. اول شيء بتحط لي حالي اس صفر فيها، هات لي بدايه، اوكي، اللي هي حتى ممكن نحطها صفر عشان هي حالي صفر. فحط بحط لي هاي حالي بدايه. بعدين راني التوكن اللي بعدها وخليك عم تدور. اذا كان التوب اوف ذا ستاك اول عن صفر الستاك، إذا S هو أكو أول عن صف الستاك، S equal top of the stack. أوكي عفوا، S هو أول عن صف الستاك، يعني بقول له S أعطيني S، مؤشر S مثلا هو أول عنصر في الستاك. قال لي إذا الأكشن S للتوكن، إذا عندي بالحالة S بالنسبة للدخل التوكن هذا، بقدر بعمل عملية reduce بحيث A تنتهي ل B. يعني إذا عندي مثلا الـ S كانت تنتهي لل A صغيرة مثلا، وفي عندي قاعدة بتقول لي A لل A، فأنا هذا صار بقدر بعمل عملية ريديوس. أنا هون بقدر بعمل عملية ريديوس، فبقول لي اعمل لي ريديوس، معناتها هون أخرج لي 2 سامبل. رح نشوف شو عم بصير هون. تخرج 2 سامبل من الستاك، يعني عنصرين من الستاك، بعدين ضف لي عنصر جديد، وإلا روح على الأكشن، روح جرب لي الأكشن بال إذا بتقدر تعمل شيفت، وإلا أنت رح تعمل على الجوتو. خلينا نحكي بمثال عشان نفهم اللي حكيت لقيته، لقيته هون حكي ما رح نفهمه أبدا. فناخذ هالمثال، رح ناخذ هالمثال هون. هو نفس المثال المحاضرة اللي قبلها هذا هون، بس جبته على هالسلايد، أوكي. رح ناخذ هالمثال. أول شيء رح بدنا مبدأ أساسي نفهمه. عندي نحن قلنا البارس الليفت ال ار رح يقرا الدخل من الشمال لليمين ويعمل رايت موست ديريفيشن، يعني يشتق بالنسبه لليمين. فعندنا ما انه رح يقرا من شمال يمين، فرح يبدا هو من هون، اوكي. فعندنا شيء اسمه عامل الدوت، هذا الدوت هنا او شيء نمشي هيك لوحده عشان نتركه على زي. فعندي الدوت، انا الدوت شو بدلني؟ بدلني على انه كل شيء على يمين الدوت يمينه هون هو ان سكاند، هو غير مقروء، هو الكومبايلر لسه ما قرا، لسه هون غير معروف. شو في هون؟ انون، ما بعرف. انا موجود في عندي، اذا مثلنا له هون هذا باوميجا، الاوميجا هي تنتمي ل ل لمجموع، او تنتمي ل اذا انها تيرمينالز او مجموع نون تيرمينالز، يعني هي عباره عن يا تيرمينالز يا نون تيرمينالز وعدد غير محدد، يعني هو اي شيء ممكن دخل او موت ما يترمز، هو عبارة عن ممكن هيك. فهو اي شيء لسه اي شيء ما قريناه، والقبل هو كل شيء قرا وعمل له شيفت ريديوس. هون كل شيء ما شو كل شيء اريو للكومبايلر، كل شيء اري في الجزء، اوكي. فهلا شو نحن بدنا بس نحفظ نفهم المبدا وشو شو تطبيقه. رح ابدا انا اول شيء بالجول، رح ابدا بالقاعده الاولى. قال له انا عندي الجول بيروح لعند الكات نويز. طب لعند الكات نويز هلا هون نحن في البدايه، في اول حاله لان نحن ما قرينا شيء، نحن صحيح في الجول بس نحن ما قرينا شيء. فنحن وين مترجم بيعرف؟ بيعرف بس لعند النقطه عند هون، بيعرف هو ما بيعرف شيء اللي بعده. نحن بما انه هون انا ضفت النقطه ورا نون تيرمينال او ورا عنصر منتهي، فانا لازم اضيف له قاعدته كمان. قال له انا عندي الكات نويز راح تنتهي لعند حسب القاعدة هون، واللي هي الكات نويز راح اضيفها بعد 100 بعد او 100، اوكي. هلا نحن هون لسه عم نترجم وين هو، لساته بالبداية لسه ما بيعرف شيء، فهون لساته هو. هلا نحن بما انه الكات نويز مضافة قاعدتها هون، فبنضيفها مرة ثانية، اوكي. هلا انا راح اسمي هالحالة الأولى، هالحالة الأولى طلعت، ما راح اسميها
اس 0. اوكي هلا شوف انا شو في عندي امكان، في عندي ممكن شغلات ممكن اعملها دخل لهالبرنامج لهالعقدة. ممكن انا ادخل كات نويز او ممكن ادخل المياه، اثنيناتهم ممكن ادخله. حس انه الكات نويز ممكن تاخذني على حالي والمياه ممكن تاخذني على شيء، ما في عندي غير هالحالات. لو كان عندي هون مثلا اكس فانا ممكن اخذ الاكس على اساس دخل. فانا هون راح اقول له انه اذا انت ممكن يجيك كات نويز ممكن تدخل، ممكن العنصر اللي بعده يكون كات نويز. فاذا كان كات نويز فبدك شو هي قواعد تصير، شو وين بدي المترجم وقت تشوف الكات نويز. مثل هلا بنشوف عندنا الجول، ممكن اذا قرا كات نويز فهو يقراها، فالجول ممكن تصير كات نويز ويكون هو هون قرا الكات نويز، انت هو عارفه انه صارت موجوده. وممكن يكون من الكات نويز ممكن يروح هيك، ممكن متى ما اراها فراح يروح المحرف لهون، فصير عندي هون كات نويز وهون تحت فراح يكون هون لو المترجم بيعرف لعند هون هو بس ارى كات نويز. فبالنسبه للقاعده الاولى وصلته لهون، بالنسبه للقاعده الثانيه وصلته لهون. اوكي فبنسمي هاي اللي نحن هاي طلعت معنا الثانيه راح تكون هي عباره عن اس 1. اوكي هلا في عندي هون لسه في عندي الدخل الثاني ما اخذته، راح اقول له عندي يمكن عندي 100 واللي هي يمكن ياخذني الجول، بس بده بياخذ كات نويز ممكن يؤدي لشيء. اما هو الكات نويز اذا اعطيته اول او بالنسبه لاول بريدكشن 100 فما رح يروح ولا محل، بالنسبه للثاني بريدكشن فراح ياخذها. فهون راح يصير عندي كات نويز ممكن تروح بالثاني حسب ثاني بريدكشن، ممكن تقراها ويقبلها هو، راح يصير محل ما هو بيعرف لعند هالنقطه، فهو بيعرف انه قرا هالكلمه. اوكي فاذا هي راح نسميها كمان ستاتوس جديده نسميها اس 2. هلا بنشوف نحن عندنا هون انتهى المترجم متى ما شاف هاي راح يعمل لها ريديوس ويرجع للكات نويز. اوكي هون هذا انتهى، ما بقى في دخل ياخده كمان اكثر. هون كمان انتهى هون، بس وين لسا في هون بيقدر بياخد هالدخل. فنحن بنقول له بالنسبه لل 100 ممكن بالجول ما ممكن يسوي شيء، اما بالكات نويز فممكن يروح لعند الكات نويز وبعد المياو فراح يكون وين محرف القراءة تبعه راح يكون عندهم. فهو يكون أرى إذا وصل لهون فهو راح يكون أرى كات نويز بعدها راح أرى مياو فوصل لهالحالة. فممكن أسمي هالحالة أنا راح أسمي هالحالة اس 2. أوكي فعندي أنا الأربع حالات صار، ما وقت عندي غيره لأنه هو وقفنا هو وقفنا. فشون نحن بنعرف مثلا قرينا كات نويز؟ فنحن إذا رحنا من الحالة S1 S0 وطلعنا على S2، إذا أنا كان عندي الدخل مثلا 101 فهو شو راح يعمل؟ راح يروح لو من S1 0 راح يروح عند S2 وهي عارفة، وهي هون عملها ريديوس وعارف إني توصل للعقدة اللي بده إياها. فهو شو راح يعمل إذا شاف 101؟ راح يعمل اول شيء حسب الخوارزميه راح يعمل بوش للصفر. اذا عندنا هيدي الستاك تبعتنا شرحنا فكره مهمه نرجع نشرحها، فعملنا بوش فعندنا هيدي الستاك تبعتنا. اوكي وعندنا نحن في كل ال ار بارسينج في عندنا ثلاث كم شغله اساسيه واللي هي هو راح يكون عندي الانبوت بفر input buffer تبعي. اوكي وراح يكون عندي هون انه كلياتهم بحسب ال LR parsing كلياتهم عندهم خوارزميه واحده، بس بيختلفوا بطريقه بناء الجدول. ال LR1 وال SLR وال CLR وال ALR كلياتهم لهم نفس الخوارزميه بس بيختلفوا طريقه بناء الجدول تبعهم. وعندنا ال LR parsing algorithm تبعتنا هدول هاي بتروح تشتغل هون ومع الانبوت على الستاك، نشوف هلا شو بتساوي مع الستاك. بالإضافة لهون ناخد نحن عنا parsing table، عنا parsing table. فهون فهدول كلياتهم ثابتين بالنسبة لكل LR، إما هون
عندنا بالنسبة لكل وحدة مختلفة، الباسنج تيبل هو المختلف. فنحن إذا أخذنا عندنا الستاك، أوكي شو بتقولي خوارزمية؟ بتقولي خوارزمية أول شي بتحط الاس صفر في الستاك أو الحالة ستاتوس صفر. فأنا بحط حالة ستاتوس صفر، أول شي عندي حالة صفر، أوكي عندي هاي الحالة صفر، وعندي أنا الدخل هو عبارة عن 100، أوكي في هون اي بدل، اوكي عندي هذا هو الدخل انا. فراح شو اسوي؟ راح اقول له انه لما بيجيني الصفر، اوكي ممكن نرسم هذا الجدول، يلا بعد نحكيها نرجع نحكي مع الجدول. فانا راح اقول له لما بيجيني الصفر، فعندي انا بهي الحاله الصفر، رح لي وبيجيك دخل 100، فبتروح لي على الحاله اس 2 واللي هي هون. احنا في عندي هالحالة هون، اذا اخذ دخل فهو شو راح يعمل؟ راح يعمل اول شيء شيفت للاسم هاي، شو هاي نعمل حركة، مثلا اول شيء نرسم الجدول، بعدين نرسم الجدول تبعنا، بعدين خليها هون جنبنا عشان ما نكون روحنا. هلا كيف رح نرسم الجدول من هالرسمة؟ اوكي من هالرسمة اللي عنا اياها، كيف انا اول شيء خلينا نرسم الجدول بعدين بنشوف كيف عم بيشتغل مع الدخل. نحن عنا من هالرسمة كيف انا بدي ارسم الجدول تبعي؟ ان الجدول تبعي بده يتالف من حالتين، اكشن والجو تو. إذا أنا هون رسمناه هون نحن، أوكي؟ له insert، فرح يكون عندي أول شيء بالجدول اللي رح نرسمه، رح يكون عندي عدد الأعمدة أو عدد الأسطر، عفوا عدد الأسطر رح يكون يساوي عدد الحالات اللي عندي هون، الستيتس اللي عندي. شوفي عندي ستيتس هون رح يكون عدده، وعدد الأعمدة رح يكون أول شيء بعدد الترمينز والنون ترمينز اللي عندي. بس رح يتقسموا عنا في قسم الأكشن واللي هو راح يكون يحتوي على كل ال non terminals تبوني، عناصر عفوا ال terminals تبوني، كل شيء عناصر منتهي راح تحطها هون بالإضافة للمحرف في ال إما الدولار ساين أو نحط ال end of EOF واللي هو end of file، يعني هو المحرف النهاية نحط انتهى كل شيء عنا، أو هذول terminals وال go to واللي هو راح يحتوي على ال non terminals تبوني، عناصر غير منتهية. فإذا رسمناه هون نحن إذا نشوف شو نعرف شو عددهم، نحن عندنا كم حالة؟ عندنا 1 2 3 4 حالات، معناتها عندي أربع أسطر. وكيف بدي أعرف كم عمود عندي؟ فإذا رحنا هون عندي هذا نون تيرمينال، هذا واحد، وعندي تاني واحد تاني نون تيرمينال، هذا اثنين، وبالإضافة عندي محرف لنا يا دولار ساين او ال EOF هو بنحسبه محرف نهايه، فهذا 3. فعندي 3 اعمده واربع اسطر من 4 حالات، هاي 3 اعمده راح تكون 4 اعمده هون مشان نكتب 4 اسطر، اوكي سنة 3 اعمده. ونروح الديزاين، راح يكون انه عدد الاسطر لا خمس أسطر لأنه في واحدة نسيت. إنسرت الرابيو، عدد الأسطر هو 4 بدل على عدد الحالات، فهو عندي S0 وال S1 أو إذا سميناهم 0 و1 نفس الشيء هنا، وهي 0 وهي 1 وهي 2 وهي 3، أوكي؟ نحن عدد الأعمدة دل لا واحد تاني فوق اوكي. فعندي ان هي عدد المحارف التيرمينالز والنون تيرمينالز، عندنا محرف هو اي او اف دللنا على نهايه الفايل اند اوف فايل اذا بدنا اياه، او نحط له دولار ساين لان احنا عم قلنا في اول دخل زي هون شفنا دائما في اول دخل عم نحط دولار ساين، فهو متى ما وصل لهالحاله فبنعرف انه هو انتهى، متى ما كانت في قاعده بتؤدي لها توصل لهون فبنعرف انه هو لا، او نحط له اي او اف مدل على انيتو نهاية
جملة بعدها في عندي ال non terminals ال terminals عفوا هدول اللي هن أنا أول شيء بدي أحط أنا مش حطيت ال terminals واللي هي ما في عندي غيرها يعني لو عندي هون مثلا x فأنا رح أحط كمان هون x وبعد أحط عمود تاني أحط الكات نويز إذا عندي مثلا هو مثلا a كبيرة وال a كبيرة بتعطيني شيء فأنا رح أحط هون a رح أحطها بعد هون حطها في القسم الجوتو وليس في قسم الاكشن فنحن اذا قسمهم القسمين فهي نقسمهم هي هاي نسميها اكشن هاي هذا قسم اسمه جوتو جوتو هي حطها بالنص اوكي الجوتو انه بس بياخذ النون تيرمينالز واللي هون في الحالة عندنا بس الكات نويز اوكي فعندي انا هذا هو الجدول تبعي اوكي انا كيف بدي اعبي انا عدد اسطر وعدد الحالات هون بحط التيرمينز تبعوني تحت الاكشن والنون تيرمينز تبعوني تحت الكات نويز هلا كيف نعبي هالجدول بروح من رسمي انا رسمته ضغطنا هي جبنا وهي هون طيب شوف انا عندي بالحاله ان في حاله انا لساتي حاط انه بحاله الصفر صفر اذا اجاني كات نويز وعندي اذا جاني تاني عصوي هو المياو ولكن اذا اجاني ايو اف ما رح اعمل شي لانه ما في عندي نهاية فبالبداية انا ما رح اعمل شي بالايو اف لانه ساعتي انا هم ماني عندي اقرأ ولا ما وصلت لحالي الديوس يعني ما في عندي ما في ماني قرأن شي ما عندي الكمبالر مو الي شي فهلا بالاصفر وقت بجيو كات نويز وقت بجيو كات نويز واللي عبارة عن جو تو اللي هي تحت هي عبارة عن ننتر من اصلا غير منتهي ف وقت بيجيني الكات نويز بدي اقول له انا تروح لوين الكات نويز اذا بشوف لوين عم تروح بتروح لعند الحاله اس واحد اوكي فانا راح اقول له متى ما اجاك كات نويز بدي اياك تروح لعند لعند الواحد اللي هي الستاتوس تبعها فنحن هي كيف اس واحد واحد حسب القاعده اللي شفناها فوق هي جو تو هتكون الستاتوس تبعتنا والسمبل بقدينا النون تيرمينال بقدينا واللي هو الكات نويز اللي هي فحسب هالقاعدة هون احنا عندنا فعم نقول احنا الجو تو كان ستيت اللي بدنا نروح عليها وفاصلة التيرمينال نون تيرمينال تبعي نحن على هون وينها فعندي هون فانا بقول له روح على ستيت واحد طيب انا عرفت له الكات نويز لقيتها فشو بي عندي المياو طب انا المياو اذا اجت بالحالة الصفر وين عم تاخذني عم تعمل لي لانه هي عبارة عن نص نون تيرمينال عفوا تيرمينال فانا رح اعمل له قراءة لانه هو انا ما رح اعمل قراءة للعنصر اشوفه شو هو بعدين رح اخذ على اساسه العملية فانا متى ما شفت عنصر نون تيرمينال فانا بدي اعمله شيفت شيفت يعني شو شيفت كان شيفت قبل يعني نحن نقرا عنصر ريديوس يعني نحن بناخذ هالعناصر اللي شفناها بنرجعهم لقاعدة فنحن نحن نعمل له العنصر شيفت فانا شو بدي اقول له روح شيفت شيفت هالعنصر ورحلي لعند الحالة اس لعند اثنين فانا كأنه عم بقول له كانت هنا هي الاكشن واللي هي الشيفت ولعند الاثنين فانت بتعمل عملية شيفت هلا بتروح على الحالة اثنين اوكي هلا هيك قلت له انا فمثلا فهلا اذا رحت على الحالة واحد انا رحت على الحالة واحد هلا هون اذا رحت على الحالة هون الحالة واحد هون انا بالحاله واحد بدي اعبي هالسطر اوكي انا هالسطر شو عندي عندي الجول بتروح على الكات نويز وبتعمل نقطه انا الجول هي نهايه هي اخر هي عباره عن التوب عن الروت تبعي يعني انا متى ما قرا كل شيء وصل لهالقاعده متى ما وصل لهالقاعده ورجع لورا واعطاني الجول فهو بيعرف اني انتهى فنحن ممكن نوصل هي بالاي او اف فمتى انا ما وصلت للاس واحد وقرا اي او اف فهو معناته انتهى الدخل معناته هو حقق كل شيء معناتها هو الانبوت هو اكسبتد انا بشوف مثال عنه كيف عم بصير
رح شوف هون، شوف عندي، عندي انا الدخل عندي 100 والكات نويز هون ما عندي، عندي هون بس بالنسبه لاس واحد اذا جاء 100 ممكن تعمل شيء، اما اذا زاد كات نويز ممكن ما تعمل شيء. فبقول له انا بجيك كات نويز انت ما خش تعمل شيء، اما بجيك 100 وانت تروح، تروح عند الحاله تعمل شيفت لما تبقى شفت الاصل تيرمينال، تعمل شيفت وتروح عند الاس 3 هكذا، فتعمل شيفت لثلاثة، بتعمل شيفت اس 3، تعمل شيفت وتروح على الحالة اس 3. نرجع هلا هون على الحالة اس 2، طيب الحالة اس 2 انا هون هي الحالة اس 2 شو عم بصير؟ الحالة اس 2 عمل شيفت وقرا المياو، طيب انا المياو كانت بتروح من ممكن انا وقت اقرا مياو اعملها ريديوس لشو القاعدة؟ القاعدة كات نويز، ممكن ابدل المياو بكات نويز، ممكن ابدلها بهالقاعدة، يعني مثل ا تنتهي لا، فانا مثلا شفت الا صغيرة ممكن هالا ارجعها لترجع للا، يعني هي عم نعمل رايت موست ديرفيشن بالريفرس، عم بعمل له عم برجع بشتق من التيرمينال للنون تيرمينال تبعوني. فانا وقت عم بصير هالحاله فانا رح اعمل ريديوس، رح اعمل ريديوس لشو؟ ريديوس لهالقيمه للقاعده الرقمها كذا. فاذا نحن كان عندنا ارقام القواعد هون اللي هن 1 2 3، فهالقاعده شو بصير رقم 3؟ فرح اقول له انت بتصير هالحاله ويجيك اي دخل، لان انت ما وصلت، متى ما وصلت هالحاله فورا رح تعمل لي ريديوس. فانت متى ما وصلت هالحاله اعمل لي فورا ريديوس للقيمه حسب القاعده 3. رح اقول له هون بس وصلت رح تعمل لي ريديوس للقاعده 3، هون ريديوس للقاعده 3 وبس الجو تو ماده، بس بالحاله الاكشنز نحطها بكلها، يعني بكل حالة الأكشنز تبعوني، شو في حالة الأكشنز بحط له أنا بعبيها كلها هالريديوس. لو يكون أنا خلصت من S3، هلا بالنسبة لحالة S3 هون، فهون نفس الشيء، هي كانت هي كات نويز هون دوت بعدها تكون بعد هيك، هي كانت الحالة إنه كات نويز والدوت صارت لهون. فأنا شو بدي أسوي؟ يعني هي تكون هون هي عبارة عن كات نويز 100 والدوت هون صاير. فأنا متى وصلت لهون فأنا انتهيت، فأنا ممكن أحول هالقيمة أعملها reduce شو كمان للقاعدة هاي، وهالقاعدة هاي شو هي؟ القاعدة إذا شفناها هي رقم 2، فأنا ممكن هون أعمل reduce للقاعدة 2، مو reduce للقاعدة، reduce للقاعدة 2، أوصل للقاعدة 2، فأنا بكون هيك مليت الجدول تبعي من المخطط الرسم. طبعا المخطط ما اخذينه في ال بظن اخذينه بالبعد بالسلايدات اللي بعدها، كيف هذا هو اللي هون الدي اف اي عم نرسمهم نحن، نرسم مخططات دي اف اي تبعونا. بس كان لازم يكون مثلا حالات تانية انه هون اذا دخل اي دخل يعمل لوب او يعمل حالات خطا مشان يعرف انه كذا. الدي اف اي هو ديترمينستك، يعني اي دخل بيجي لازم يعرف وين يروح، فلازم بس في اي دخل تاني مثلا يدخل في حاله خطا او في حاله ايرور او حاله ايش شو ممكن. فهلا نحن طالع الفكرة، فنحن هذا هو الجدول تبعنا، هذا هو جدول ال ار بارسل اللي شفناه هون، هو نفس اللي سويناه، هذا هو نفسه، مو نفسه، هذا هو. فنحن اذا عندي انا انبوت، خلينا نشوف كيف ممكن نطبق هذا الجدول اللي انشأناه على دخل. اذا عندي انا الدخل 100، اوكي عندي هذا الدخل. هلا هو شلون تمشي الخوارزمية؟ انا نحن رح يكون في عندي ستاك، الستاك رسمناها هيك بالشكل هالشكل. نحن اول شي رح نعمل بوش للستيت 0، اوكي؟ رح اعمل بوش للستيت 0. فالستيت 0 رح تقلي اذا اجاك اند اوف فايل ففي خطا هون، فرح يروح على الايرور هاندلر مثلا يحمل له انه في شي خطا. اذا اجاك 100 رح له على شيفت 2، اذا اجاك كات نوز رح له على الواحد، فرح اشوف الدخل. شو قال لي الدخل؟ الدخل قال لي اجاك 100 اول شيء، يعني هي الدخل رح تكون تيرمينالز، رح يكون اول شيء عناصر تيرمينال والا في شيء خطا بظن، رح تكون عناصر يعني متهيئه اوراق، يعني الدخل نحن ناخذ من الاوراق ونطلع لفوق. فانا اشوف الدخل قال لي تروح تعمل شيفت، يعني اول شيء رح تقرا، اوكي رح اعمل شيفت انا واللي هي روح شو التوكن، هي التوكن هي 100، فرح اعمل له 100، اوكي انا قريته هلا عملت شيفت انا، اوكي هاي اول شيء عملت، اول شيء عملت شيفت، بعدين قال لي روح على حط لي رقم الستاتوس على وش المكدس، فهو راح يحط لي رقم الستاتوس 2 على التوب للمكدس تبعي. فانا وصار عندي رقم ستاتوس هون، فانا شو راح اعمل؟
رح شوف على رقم status رقم 2، رح روح على status رقم 2 وشوف في شي عندي دخل انا لسه. فانا الدخل اذا مثلنا الدخل كون ايوه 100 هون، هذا هو الدخل 100 اي او اف. فانا في اول حاله عملت لها شيفت للاثنين، فدخلت ال 100 وصارت هون، حطيت النيت على توب اوف ذا ستاك، عندي الحاله رقم 2 اوكي. فصار عندي بالانبوت اي او اف اوكي، هي يكون 100 وحاله اس 2. فبعدين شو قلت له؟ هلا رحنا شفنا، قلت له انا بالحاله اس 2 اذا اجاك الدخل اي او اف شو تساوي؟ فانا رح اشوف بالحاله اس 2 اذا اجاني الدخل اي او اف شو بساوي؟ بساوي عمليه ريديوس لثلاثه. فانا الاكشن بدي اخذه اعمل ريديوس لثلاثه. ريديوس كيف بصير؟ ريديوس نحن بالستاك شو رح نعمل؟ عم نقول له وقت بصير عمليه ريديوس، انت بتشيل لي عنصرين. مثلا اذا عندك عنصر بالحاله وين هي مثلا؟ واحد هي لهون ريديوس ايوه وين هي؟ والله لا ريديوس 3. فريديوس 3 هي هي القاعده رقم 3. فنحن بعددهم هدول راح اعمل ريديوس، يعني راح اعمل اذا كان عندي هون عنصر واحد فراح اعمل اول شيء 2 بوب 2 ضرب اكس، واللي هن اكس عدد العناصر بالقاعده على الجزء اليميني. فراح اعمل 2 بوب لعنصرين ل 2 ضرب احد عدد العناصر، واعمل بوش للعنصر على الشمال هون. يعني انا رح اشيل الستاتوس تبعي الستيت تبعيته ورح اشيل قيمته، فمشان هيك بعمل 2 ضرب من هون اجت الاثنين. فانا كيف رح تصير هاي مطبقه؟ فانا وقت عم بعمل عمليه ريديوس صرت عم بعمل الريديوس هون، فقلت له انا عمل لي شو رح اعمل؟ هو رح اعمل بوب لهالعنصرين اوكي، لانه هالعنصرين بوافقوا هالقاعده رقم 3، رح يعمل لهم بوب ورح يعمل اضافه لعنصر اللي على الجهه الشماليه واللي هو التيرمينال واللي هو النون تيرمينال عفوا النون تيرمينال واللي هو كات نويز. فرح يحط لي هون كات نويز اوكي، حط لي كات نويز، حط كات نويز، صار كات نويز بوش الستاك. فانا كيف شو بدي اعمل؟ كيف بدي اعرف شو بدي اسوي بعدها؟ فرح شوف انا في الحاله اس، انا صرت انا بالكات نويز، فرحت على ريديوس كذا ريديوس 3، فرجعت من الحالة اس 2. فانا رح شوف انا عندي من الصفر، رح شوف انا هلا شلون انا عبيت لعند هون، انا عرفت لعند هالحالة اوكي، عملت لها ريديوس، فصار عندي هذا عندي هيك بالستاك. انا كيف بدي اعرف الانبوت اللي بعده؟ كيف بدي اعرف هالسطر؟ فانا رح شوف بدي اقول له بالنسبة للحالة ستاتوس صفر، انا هي اخر حالة عندي، هدول راحوا الحالات اثنين هذه راحت. فبالنسبة للحالة ستاتوس صفر اذا اجاك الدخل كات نويز، شو بدك تعطيني الحالة؟ فبنشوف حالة ستاتوس صفر إذا إجت دخل كات نويز وين بده يروح على الحالة رقم واحد؟ راح أحط له الحالة رقم واحد، فمشان هيك إجت بالنسبة لكات نويز فتروح على الحالة رقم واحد، أوكي؟ فأنا صرت بالحالة رقم واحد، أوكي؟ هلا أنا بدي أكمل، فعم بقرا عم بكمل قراءة الدخل، والدخل وصلنا عليه أو إف نحن يعني ما بقى في بعده. فأنا بدي أقول له بالنسبة للحالة رقم واحد، هون بالنسبة للحالة رقم واحد شوف لي هون بالنسبة لحالة رقم واحد شوف لي وين هي بالنسبة لحالة رقم واحد شو إذا أعطاك إي أو إذا كان دخل إي أو إف شو وين بياخذك؟ فبنشوف إذا كان حالة رقم واحد إذا دخل إي أو إف عم بياخذني على الأكسبتد، وصلنا على الأكسبتد، فوصلنا على أكشن أكسبت فانتهت. فأنا عرفت إنه هالجملة هي عبارة عن جملة مقبولة. بظن فهمناها يعني شوي دخلة، بس رح نشرح المثال اللي بعده لانه في البعض رح نحكيها كيف عم بتصير بس، وما رح نشرح كيف الدخل عم بتطبق عليها. فنشرح المثال بعده، مثلا عندي الدخل هذا 100 و100 اوكي. نحن قلنا عندنا اول شيء عندنا ستاك اوكي، عندنا هي الستاك فنحن اول شيء بدنا نعمل بوش للحاله صفر، ضفنا حالة صفر في البداية نهينا، وعندي الدخل انا هو هذا هو الدخل اوكي. فانا اول شيء شلون بدي اعرف اول سطح هي اول حالة؟ يعني عرفت انا بعرف هذا اول شيء، فعندي هذا الدخل. انا كيف بدي اعرف الاكشن بدي استخدمه؟ فانا رح اشوف بالحالة الصفر اذا كان دخل 100 وين بروح؟ فرح اشوف بالحالة الصفر اذا كان دخل 100 شو بدي اعمل؟ بدي اعمل شيفت 2، هذا هو الاكشن تبعي، بس حطيت الاكشن هون
اوكي، بس انا كيف بده يصير هو الكمبيوتر يسوي عمل؟ اول شيء عملية الشيفت وهي عملية قراءة، يعني رح احط المياو هون، والاثنين رح احط الستاتوس ستيت تبعيتها الاثنين، يعني حتى انه انا رحت عم بالدخل صفر رحت على عملية اثنين. اوكي، فانا صار عندي شيفت هون، فصار عندي انا هذا هو، صار عندي هيك الستاك، صار عندي عبارة عن دولار ساين واس صفر والمياو، وبعدها انا رحت على حالة اس اثنين. اوكي، هلا انا رح اشوف كيف بدي اقص، في عندي هذا هو الدخل، كيف بدي اعرف شو العملية بدي اخذها؟ رح اشوف انا من الاس اثنين اذا جاني دخل مياو شو بسوي؟ فرح انا اشوف اس اثنين اذا اجاني دخل مياو فرح اعمل ريديوس لثلاثة. اوكي، بس هو اذا نحن شفناها شو بده يسوي؟ هو ما رح يعمل، رح يعمل ريديوس. اوكي، لا يعمل ريديوس لا، فهو رح عفوا البوينتر تبع الانبوت هو مو هون، البوينتر تبع الانبوت مو هون، هو هون، فهو البوينتر صحيح هون بس راح هو يعمل ريديوس للقاعدة اللي قبلها، فهو ما بي يعني هو البوينتر ما بيعمل بنفس الوقت، ما بكون هو هون، فراح هو يكون بالعنصر اللي بعده، وإذا كان في ريديوس راح يعمله العنصر اللي قبله. لا فهمتوا؟ فهون راح قلت له إذا بالنسبة لـ S2 أنا وجاني مياو شو تعمل لي؟ قلت له S2 جاني مياو، فأنا راح أعرف إنه بدي أعمل ريديوس ثلاثة الأكشن. ريديوس شو كان بيعمل؟ فنحن الريديوس هو أول شي بتعمل بوب للعنصرين اثنين ضرب عدد العناصر الموجودين بالقاعدة، فهي عدد العناصر الموجودين بالقاعدة هون، فراح أعمل بوب لهالعنصرين أنا أكبهم وأضيف عنصر اللي وراه بالنسبة للجزء اليساري واللي هو أضيف أنا هون الكات نويز. أوكي، بعدها شلون أنا وصلت لعند هون؟ وصلت لعند هون أنا، لعند هيك بس، بس ما عرفت شو في بعدها. فانا كيف بدي اعرف انه شو بدي اجيب الاس واحد مثلا؟ فانا كيف بدي اعرف انه بالستاك اس واحد؟ فرح شوف بالنسبه لحاله الصفر اذا اجاني كات نويز وين بروح؟ لاي ستيت بروح؟ على ستيت الواحد، فانا بحط الواحد هون بكون وصلت لعند هيك، بكون وصلت لعند هون، فانا بعرف الستاك شو فيها هلا وشو، لانه هي دائما يكون التوب تبع الستاك هو حاله، هو يعني رقم الحالة وليس يا ترم لا ترم ولا نن ترم، بس هو يكون فيها رقم الحالة اللي نحن فيها. اوكي، عشان يعرف شو بده يسوي اذا اجته هالحالة بالنسبة، فهو رح رقم الحالة ويطلع على الدخل شو ممكن ينتقل لوين. فنحن صرنا هون. اوكي، رح شوف انا بالنسبة للاس واحد اذا اجاني مياو شو بقدر بسوي؟ فبروح على الاس الواحد، اذا اجاني مياو بدي اروح شيفت لثلاثة، فشو راح يسوي هو؟ راح يعمل شيفت لثلاثة. فشوف هون اكشن شيفت لثلاثة، شيفت لثلاثة شو راح يسوي؟ شيفت هاي عملية قراءة، يعني راح يضيف أول شيء المياو هاي الشيفت، وشو قال لي الحالة وين بدي أروح؟ هو عند الحالة رقم ثلاثة. فشفنا الستاك صار عندنا هون أربع حالات، عندنا أربع حالات. أوكي، فأنا صرت بالحالة رقم ثلاثة. هلا أنا الحالة رقم ثلاثة صرت فيها هون، فأنا عملت له كات نويز اس واحد ومياو اس ثلاثة، هذا نفس، هذا هو نفس الستاك اللي عندي فوق. فانا هلا شو بدي اسوي؟ اذا عندي من الاس ثلاثة رح اطلع بالحالة اس ثلاثة، اذا جاني الدخل اي او اف فشو ممكن اسوي؟ هلا في الحالة اس ثلاثة هون اذا جاني الدخل اي او اف شو ممكن يسوي الاكشن؟ هو ريديوس اثنين، فرح يعمل حالة ريديوس اثنين، ريديوس اثنين هلا شو بدي يسوي؟ بده يروح على قاعدة رقم اثنين ويعمل لها ريديوس، يعني راح ياخذ هالقيمة الموجودة هون راح يعملها ريديوس، وهي رجع لقيمة الجزء ياخذ الجزء اليمين ورجع قيمة الجزء الشمالي. إذا لاحظنا نحن هون الجزء اليمين موجود، إذا شفنا هو كات نويز مياو صحيح الجزء اليمين، بس هو كيف بده يشيله؟ قلنا البوب راح يكون 2 ضرب عدد العناصر الموجودة على الجزء اليميني وهو 2، فراح يعمل بوب لأربع عناصر وراح يضيف العنصر بالنسبة للشمال، فهو راح يشيل هالعنصر 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 هالعنصر، وبعدين شو راح يضيف؟ راح يضيف العنصر الموجود على الشمال واللي هو الكات نويز. اوكي، انا كيف بدي اعرف الستيت اللي بعدها؟ كيف بدي اعرف الستيت اللي بعدها؟ انا بشوف اخر ستيت موجودة عندي، فهي اخر ستيت هون هي الصفر، لان انا ما باخذ صفر دائما، بس لانه بس هي اخر وحده موجوده عندي، يعني لو كان عندي هون شيء مثلا ستيت ما يمشي ولا، فانا راح اخذها اخر ستيت الصفر، بس راح اشوف الصفر بالنسبه للكات نويز وين بياخذني. الصفر بالنسبه للكات نويز راح ياخذني على الواحد. اوكي، بكون حصلنا على هذا بالستاك. هلا رح اشوف انا صرت بالحاله اس واحد، الاس واحد اذا اجاني اي او اف
فانا شو راح اسوي؟ اسم الواحد اذا اجاني اي او اي راح اروح عند الاكسبت، راح اروح اقول له انه نحن لهذا الدخل عمل له اكسبت ومقبول كلياته، بكون نهينا بكون دخل هو عمل له بارس واكد انيته هو صح وبنى شجره الاعراب. فاذا شفناها حتى بهالطريقه فهو شو راح يسوي؟ اذا قلنا هذا هو الدخل، هذا هو الدخل، اوكي في اول حاله الصفر او الصفر مياو عم بياخذها هي بحاله ريديوس 3. بهالحاله ريديوس 3 عم نقول له اول مياو عمل لها ريديوس للقاعده كات نويز، فهو كانه عم يعمل شو؟ عم ببني الشجره من اسفل للاعلى. اذا شفت هي تطلع لي لفوق قول له هي شيل لي اياها على الكات نويز، هيك انا عملت له، قلت له اول شيء هي ريديوس 3 شيل لي هي على الكات نويز. بعدها الحاله ريديوس 2 الثاني، فبقول له انت شيل لي هذا كلياته على القاعدة رقم 3 اللي هي كات نويز، فقال له انا هذا اثنيناته هذا تطلع مع هي تروح لعند هون تروح على الكات نويز اوكي. وبعدها شو قلت له انا؟ قلت له انبوت اكسبتد لانه هي قدرت انا طالعة للجول. فهيك بنى الشجرة من اسفل للاعلى شفتها. عم يعمل او كل ريديوس شو عم بساوي؟ عم بساوي من اليمين رايت موست ديريفيشن، فهو عم بختصر اخر رمز لليمين دائما اخر شيء. اذا عندنا هون هي كيف عم بختصرها؟ عم بختصرها هون هي الكات نويز الجول هتروح على الكات نويز اوكي. والكات نويز بعدها اذا انفرقنا فرق الكات نويز ومياو، هذا بالنسبه لمثال الدخل الثاني المياو مياو. وبعدها فانا بختصر اخر رمز تن تربن على اليمين شو هو؟ واللي هو الكات نويز. فراح تصير عندي مياو كات نويز. اذا شفنا هذا اخر واحد اختصر، هذا هو اخر واحد وبعدها هيك وبعدها هيك. هذا شفنا انه صار هذا رايت موست ديريفيشن، يعني هو اختصر اخر رمز موجود على اليمين، اخر رمز تيرمينال موجود على نون تيرمينال موجود على اليمين، هذا انتي نون تيرمينال. فهيك بكون عرفنا كيف بيشتغل كيف عم بيشتغل كيف عم بترجم البارسر بالنسبه للار ار بارسينج، كيف عم ياخذ الدخل وكيف عم يدخله على الستاك وكيف عم